خلال مشاركتك اليوم سمعت الآراء، البعض في اعتراضات أنه بدون رؤية أكثر تكون، كيف بتقيم أول شيء إذا بدنا نحكي هيك المؤتمر وسمعنا صرخة المغتربين اللبنانيين والبعض عم بيقول خسر بضائعهم ولا زالوا عندهم أمل بلبنان؟ هلا بطبيعة الحال المغترب هو منه رقم، نحن لازم نتعامل معه بتواصل حقيقي، وبالتالي المغترب اليوم تحتاج إلى تحفيزات لتساعده أنه يتشجع يرجع على بلده، وإعادة الثقة بالبلد المغتربين لهم دور كتير مهم فيها. نحن لما بنعرف أنه بلد الاغتراب عم بيشكل اليوم 8 مليار دولار من الناتج المحلي اللي صار قيمته 20، وبالتالي هو يعني أكتر قرب للنص، وهذا بيعني أنه المغترب هو حالي اقتصادي وحالي ممكن تعطينا الثقة وتخلي البلد يرجع يوقف على أجره، لكن لازم يتم التعامل معه ضمن القوانين، ضمن نجذبه ضمن استثمارات معينة مع تحفيزات لتساعده أنه يرجع يشتغل ليخلق فرص عمل بالداخل اللبناني. أما بموضوع المودعين، المغترب حقه اليوم مثله مثل كل الناس المودعين بلبنان أنه يصدر قانون من المجلس النيابي بيقول أنه عدم سقوط حقوق المودعين مع مرور الزمن، وبالتالي أنه نعطيهم حافز أنه أنتوا اللي اشتغلتوا ما راح، وبالتالي مش نجي نقول أنه نحن بدنا نحملهم خسائر. نحن هيدي حالي شغلت البلد، الاغتراب ضخ دولارات على البلد بشكل هائل فائل 160 مليار دولار خلال 20 سنة، وبالتالي الخطوة الأولى بإعادة الثقة الودائع، الخطوة الأولى قوانين للودائع، قوانين لجذب الاستثمارات وتحفيزات وإنشاء منصة لهم يقدروا يجوا يستثمروا من دون ما يمرقوا عبر القنوات السياسية اللي ترهنهم أو تخليهم يصيروا خارج البلاد ما يعودوا يجوا. ما في استقرار سياسي اليوم؟ شوفي الاستقرار السياسي دائما العوامل الاقتصادية بتلعب بعكس بعضها، فدائما رأس المال كان يجي يستثمر بمراحل بكتير من البلدان يكون فيها انهيارات يكون فيها فرص تانية للاستثمارات، وبالتالي اليوم بلبنان صار في اقتصاد موازي. نحن عم نقول حتى ما يكون في اقتصاديات موازية لازم يكون في مستثمرين عندهم رؤية، والدولة اللبنانية يكون عندها عن جد رؤية اقتصادية حقيقية، برجع بشدد اقتصادية، بمعنى نحن اليوم أنا حقلك إنه عم نستورد بستة مليار دولار قادرين ننتجهم بلبنان. شو المطلوب؟ مطلوب تحفيزات، المطلوب حماية الاستثمار، والمطلوب اليوم قوانين تخلي هالمستثمر يجي يشتغل يفتح فرص عمل، وبالتالي هيدا يكون مصدر انطلاق لإعادة الثقة. أما إذا بدنا نضل نحن نستورد ب 18 مليار دولار بالسنة من الخارج، فمعناتها كل الأموال اللي عم تجي للداخل عم ترجع تطلع لاستيراد بضائع، وهذا شيء منه مفيد بالاقتصاد. وأنا بقول لك كل مليار دولار بيتم استثمارهم بالداخل اللبناني انعكاساتها على الاقتصاد فرص عمل تتخطى العشرات الآلاف من الفرص عمل، وهي النقطة التقنية لازم نشتغل عليها، ولازم نعمل نبعد السياسي عن الواقع الاغترابي الاقتصادي، لأنه للأسف اليوم هناك في محاولة لشق المغتربين، واللي المغتربين بالخارج عم بيكونوا إيد وحدة، فعلى أمل أنه السياسيين بالداخل يتعلموا منهم.